مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. مع قناتكم قناة الملكة والأمير، وبالصور قضية الطفل شنودة بالصحافة الأسترالية بالتزامن مع حفل انطلاق موقعها الإلكتروني. حدث جميل تم مساء أمس الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2022، انطلاق الموقع الإلكتروني الجديد والجريدة الشهرية المجانية التي تخدم مناطق غرب مدينة سيدني تحت اسم أخبار فيلبد المحلية، وذلك بحفل عشاء في قاعة دالتوس هاوس بحي بوزني بارك الراعي الرسمي للحفل، وذلك بحضور عدد من القيادات السياسية والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومسؤول الصحافة والإعلام في الدولة، مقدمتهم جراح الأعصاب العالمي الدكتور شارلي تيور، رئيس مؤسسة شارلي تيور المتخصصة في علاج سرطان المخ، السادة داي لي عضوة البرلمان الفيدرالي، وفرانك كاربون عمدة بلدية فيربلد، وجورج جريس عمدة مدينة كامبلتون، وعدد من القيادات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، بينهم الحركة القبطية الأسترالية، الهيئة القبطية الأسترالية للمحافظة على التراث والخدمات الاجتماعية، والهيئة القبطية الأسترالية. وقد تقدم السيد دومينيك بيروتيك رئيس حكومة ولاية نيو ساوث برسالة ثانية إلى القائمين على المواقع والصحف المحلية وشعوب المناطق التي ستستفيد من خدماتها المجانية نيابة عن نفسه وعن حكومة الولاية. وفي نفس السياق نشر قضية الطفل شنودة الذي تم انتزاعه من جانب المسؤولين والسلطات في مصر عن والدي المسيحيين بالتبني وتحويل ديانته من المسيحية إلى الإسلام، وذلك في أول عدد الصحف الصادرة صباح اليوم الجمعة بالتزامن مع انطلاق موقع إلكتروني رسميا. يا فرحتي يا فرحتي اللي جابويا، طب أنا مش فرقت إيه معايا إن أنت نشرتها عندك وأنت ما حلتليش المشكلة؟ ليست هذه القضية أبدا، القضية أكبر من ذلك. وأول تعليق من هذا